هاتفك الذي في جيبك وأجهزتك المحمولة الأخرى التي تعمل ببطاريات الليثيوم، هل يمكن أن يكونوا أعداءك؟ أن يحرقوك أو حتى يقتلوك؟ نحن الآن في لحظة تاريخية تتغير معها حياتنا إلى الأبد. تعال أخبرك لماذا يؤسس هجوم أجهزة البيجر واللاسلكي في لبنان لمرحلة جديدة من الصراعات. هجوم يستهدف آلاف الأجهزة الإلكترونية المخصصة للتواصل بين الناس فيفجرها. جريمة أخرى تضاف إلى رصيد إسرائيل، لكن الأخطر أن السلاح المستخدم كان في أيدي وجيوب ضحاياه لأشهر طويلة قبل أن تقرر إسرائيل ساعة الصفر، ويتحول الجهاز اللطيف من بطارية خاملة إلى شحنة متفجرة. سلسلة من الانفجارات استهدفت أجهزة البيجر واللاسلكي ليومين متتاليين، خلفت قتلى وآلاف الجرحى وهلعا واسعا، كل ذلك خلال دقائق فقط، دون قصف جوي أو إنزال جنود أو حتى إطلاق رصاصة واحدة. احتمالان طرحا لسبب الانفجار، الأول حشوة تفجيرية في الأجهزة، والثاني هجوم سيبراني أدى إلى انفجار البطارية. إن كان الخيار الأول فتلك مصيبة، وإن كان الثاني فالمصيبة أعظم. فهذا الهجوم يؤسس لمرحلة جديدة من الحروب أبعد من الصراع بين إسرائيل وحزب الله، ويأخذنا إلى التفكير في مدى أمان الأجهزة الإلكترونية التي بين أيدينا، سواء البيجر أو اللاسلكي أو الهاتف المحمول أو المكنسة الآلية أو حتى السيارة الكهربائية. الاحتمال الأول لسلسلة التفجيرات هذه هو حشوة تفجيرية مزروعة ولو بحجم صغير للغاية، مرتبطة ببرمجية تمكن الفاعل، وهو الذي قال الحزب مباشرة إنه إسرائيل، من بدء الانفجار عبر رسالة أو اتصال، وهو ما رجحته مصادر أمنية لبنانية. هذا الخيار أكدته أيضاً صحيفة نيويورك تايمز التي نقلت أن مادة متفجرة بوزن تراوح بين 30 و60 جراماً زرعت بجوار بطاريات 3000 بيجر المستوردة حديثاً إلى لبنان، ما يعني أن إسرائيل استطاعت اختراق ما يسمى بسلاسل التوريد التي يستعملها الحزب. كيف؟ عرفت إسرائيل أن الحزب سيشتري أجهزة بيجر ذات التقنية القديمة نوعاً ما، وعرفت المصنع الذي سيصنعها، فتمكنت بطريقة لا نعرفها حتى الآن من الوصول إلى شحنة الأجهزة سواء أثناء أو بعد التصنيع، وزرعت المواد المتفجرة في جميع الأجهزة التي وصلت لاحقاً إلى عناصر حزب الله، ومن ثم فجرتها كلها في وقت واحد. هل فعلتها إسرائيل من قبل؟ نعم، لكن على نطاق ضيق. حين اغتالت القائد في كتائب القسام يحيى عياش عام 1996 من خلال زرع متفجرات في هاتف وصل إليه. الآن بعد نحو 3 عقود على اغتيال عياش، يقول هذا الاحتمال إن إسرائيل استطاعت اختراق سلاسل التوريد على مستوى عالمي واسع، سواء من التصنيع إلى الاستيراد حتى الوصول إلى الهدف. الاحتمال الثاني والذي استبعده الكثيرون هو هجوم سيبراني تسبب في ارتفاع حرارة البطارية وأدى إلى انفجارها، وهو ما يعني تطوير إسرائيل برمجية تستطيع إدخال بطاريات الليثيوم في أجهزة البيجر في حالة ارتفاع مفرط لدرجة الحرارة، لتتحول من كونها مجرد بطارية إلى عبوة انفجارية. على الأغلب تتساءل، هل يمكن أن تنفجر بطاريات الأجهزة الإلكترونية التي بين أيدينا؟ الإجابة نعم، شاهدنا كثيراً مشاهد على مواقع التواصل لانفجار أو اشتعال مفاجئ لبطاريات هواتف وأجهزة ألعاب أو حتى سيارات كهربائية. الخبراء يؤكدون أن هذه مجرد حوادث، وأن البطاريات إذا لم تتعرض لإتلاف أو تلاعب أو عيوب محددة فهي آمنة أياً كان السبب. ماذا يعني أن تستطيع إسرائيل تنفيذ هجوم يؤدي إلى تفجير أجهزة اتصال عن بعد؟ هذا يعني أن إسرائيل طورت إمكانياتها في القتل إلى مستوى جديد، بقدرتها على استهداف آلاف الأشخاص عبر أجهزة صغيرة قد تكون في أي بيت بشكل طبيعي. وهذا يفتح الباب واسعاً لخيالنا عن شكل الحروب المستقبلية المركبة من خلال تحول الأجهزة التي بين أيدينا إلى عدو كامن لا نعرف متى سيستيقظ لينفجر في وجوهنا.